تقوم مديرية البلدية في مدينة جرابلس بتعبيد وتسفيت الطرقات، وهذه الطرقات الحيوية، حيث أن هذا الطريق الذي نقوم بتسفيته يربط بين الدوار الغربي، طريق المعبر الغربي، وطريق حارة الحماصنة، طريق القرنفل. ونتيجة الكثافة السكانية عليه نقوم بتسفيت هذه الطرقات، ونحن مستمرون باستكمال هذا المشروع حتى تسفيت باقي الشوارع في مدينة جرابلس.